شادين مكملين معاكم محطاتنا كما عودناكم كل أحد مسار امشي تعرف على بلدك. هذه المرة من قرية دير بزيع، واللي هي طبعا فيها عين بوبين الجميلة جدا، وصولا لعين خيمية. شو عرفك انها جميلة؟ لأنها بلدي. دير بزيع هي قرية لا. بكل فخر يعني. خلينا نشوف قرية دير بزيع. امشي تعرف على بلدك بلش اليوم من أراضي قرية دير بزيع، مرورا بعين بوبين، وثم توجهنا إلى قرية عين قينيا، وحاليا إحنا في قصر زلاطيمو في عين قينيا.